هنبدأ في الدرس الأول قانون أوم والمقاومة النوعية من كتاب المسائل والتدريبات لكتاب الوسام. أول سؤال بيقول لك أنبوبة أشعة الكاثود يمر بها شعاع من الإلكترونات بمعدل 10^10 إلكترون، يبقى ده الN، كل مايكرو ثانية يبقى ده التي. احسب شدة التيار الناتج. تعالى كده نكتب المعطيات. عندك هنا الN بتساوي 10^10 إلكترون، وبيقول لك هنا إن التي بتساوي 1 مايكرو ثانية، وعاوزين الآي. طبعا أنا عارف إن الآي بتساوي الكيو على التي، والكيو بتساوي عدد الإلكترونات في شحنة الإلكترون على التي. عندك هنا الN بتساوي 10^10، وشحنة الإلكترون 1.6 في 10^-19، والتي بواحد مايكرو ثانية اللي هي 1 في 10، طبعا المايكرو تضرب في 10^6 عشان تحولها للثانية. تقسم دول على بعض هيطلع معاك، ده لما يطلع فوق تبقى 10^16، هيطلع معاك 1.6 × 10^3 أمبير. السؤال اللي بعد كده رقم 2، سلك مستقيم يمر به تيار كهربي شدته 4 أمبير، احسب مقدار الشحنة الكهربية المرة في مقطع من السلك في دقيقة واحدة. اعطيك الاي والتي وعاوز الكيو، طبعا برضو من قانون اوم. المعطيات بتاعتنا الاي بتساوي 4 أمبير، والتي بتساوي 1 منت او 60 ثانية، وعاوزين الكيو. من القانون ده الكيو بتساوي الاي في التي، وبالتالي الاي ب4 في التي ب60، هيطلع معاك 4 في 60 ب320. طبعا ده كله ثواني كده، 4 في 6 ب24، معلش انا ضربت في 8، 240 كولو. السؤال اللي بعد كده، يدور الكترون في مسار دائري بمعدل 12^10^15 دورة كل ثانية، احسب شدة التيار الناتج عن ذلك. عشان تفهم السؤال ده انا دلوقتي عندي ادي المسار الدائري، وادي عندي في لحظة معينة كان الالكترون هنا. الالكترون ده لو بيدور في الاتجاه ده، الالكترون ده بيعمل 12^10^15 دورة كل ثانية. يعني ايه بيعمل 12^10^15 دورة كل ثانية؟ يعني لف لفة وجا هنا، لف لفة وجا هنا، فضل يلف لف الرقم ده في الثانية الواحدة. فانا دلوقتي لو فرضت، او لو انا خدت النقطة دي كأنها مقطع من سلك، وعاوز اشوف الالكترون دلوقتي لما يلف ويجي هنا كأن فيه الكترون مر خلال جزء معين من الثانية، لما يلف لفة كمان مر مرتين خلال جزء معين من الثانية، كأن فيه 12^10^15 الكترون مروا في مروا من النقطة دي خلال الثانية الواحدة. فهمت كده الفكرة؟ وبالتالي هفترض ان انا او كأن في 12^10^15 الكترون مروا بالنقطة دي خلال الثانية، وبالتالي هطبق القانون ده. يبقى الاي بتساوي الان اللي هي 12^10^15، كأن 12^10^15 الالكترون مر بالنقطة دي خلال الثانية في شحنة الالكترون، واقسم على الثانية اللي هي بواحد، هيطلع معاك 12، ده في ده يديك 10^4 في 6 أو 1.6 في 10^4، هيطلع معاك الرقم ده 1.92 في 10^3 أمبير. طيب الحل التاني، ان انا دلوقتي الالكترون ده بيعمل الدورة في زمن قد ايه؟ يعني بيلف اللفة دي خلال زمن قد ايه؟ كأن الالكترون او الالكترون ده بياخد زمن دوري واحد، زمن دوري واحد عشان يقطع الايه، يعمل لفة واحدة.
وبالتالي هنا هقسم شحنة الإلكترون اللي هو كأن يعني بيلف كده وجا هنا، يعني مر بالنقطة دي مرة واحدة، يعني كأن إلكترون واحد بس مر بالنقطة دي، يبقى هقسم شحنة الإلكترون على الزمن الدوري. طيب أجيب الزمن الدوري إزاي؟ الزمن الدوري بيساوي إيه؟ مقلوب التردد. وأنت عندك هنا بيقول لك إن الإلكترون بيعمل، والتردد بيساوي عدد الدورات على الزمن بالثواني. الإلكترون ده بيعمل 12 في 10 أس 15 دورة في الثانية، وبالتالي هنا تردد الإلكترون هو ده 12 في 10 أس 15 هرتز، وبالتالي الزمن الدوري مقلوب ده اللي هو 1 على 12 في 10 أس 15 ثانية. بعد كده هاجي اعوض الاي او الاي بتساوي الاي اللي هي 1.6 في 10 سالب 19 مقسومة على الزمن الدوري اللي هو 1 على 12 في 10 اس 15. ده طبعا ده هيطلع فوق، هتخلي ده الفي وتشقلب المقام، فهيديك نفس الايه، هيديك نفس المعادلة دي. طبعا الاسهل هو ده، ان انت الالكترون او الالكترون بيعمل 12 في 10 اس 15 دورة في الثانية، كأن الإلكترون بيمر بالنقطة دي، أو الإلكترون بيمر بالنقطة دي 12 في 10 أس 15 دورة في الثانية، كأن عندك 12 في 10 أس 15 إلكترون بيمر بالنقطة دي في الثانية، وهكذا. طبعا هو سؤال بسيط يعني، بس الناس إيه بتستصعبه. رقم 4، مصباح كهربي مكتوب عليه 200 فولت 60 واط، احسب كل من ما ياتي. ما معنى المكتوب عليه؟ طبعا انت لسه ما خدتش الوات، وبالتالي المفروض ده ما يجيش في الدرس الاول، المفروض ده يجي في الدرس الثاني. المهم هنحله، ولما يجي الدرس الثاني برجع له ثاني، لما تاخد الدرس الثاني يعني. ما معنى المكتوب عليه؟ المصباح ده، طبعا المصباح الكهربي ده هنفترض ان هو مصباح من التنجستاين، عشان هنا هيقول لك مقاومة المصباح عند التشغيل. المهم المصباح ده زي المصباح بتاع التنجستين اللي عندك في البيت، بنمثله بمقاومة. المصباح ده لما بيكون فرق الجهد عليه ب 200 فولت بيستهلك ايه، او بتكون القدرة المستنفذة فيه ب 60 واط. يبقى احنا هنا معنى المكتوب عليه انه عندما او عند تشغيل المصباح على فرق جهد يساوي 200 فولت، فإن القدرة الحرارية المستنفذة في المصباح تساوي 60 واط، أو بدل القدرة الحرارية الطاقة الحرارية، بس هتخليها بقى الطاقة الحرارية المستنفذة في المصباح كل ثانية، وتبقى 60 جول. هي هي طبعا هتفهم الحاجات دي اما تاخد الدرس الجاي. بعد كده بيقول لك مقاومة المصباح عند التشغيل. طيب اجيب مقاومة المصباح ازاي؟ انا عارف ان البي اللي هي ب 60 واط دي بتساوي الفي تربيع اللي هي ب 200 تربيع على المقاومة بتاعت المصباح، وبالتالي الار بتساوي 200 تربيع على الستين. هيطلع معاك الرقم ده 6.667 اوم. السؤال اللي بعد كده شدة تيار المصباح. طيب شدة تيار المصباح تقدر تجيبها بأكتر من طريقة. أسهل طريقة، انت عارف ان البي برضو بتساوي الفي في الاي، وبالتالي عندك الاي بتساوي البي اللي هي ب 60 على الفي اللي هي ب 200، 60 على 200 اللي هي 30 على 100 اللي هي 3 من 10 امبير. بعد كده كمية الكهربية تعال نحلها بقى في الصفحة الجاية. كمية الكهربية المرة فيه في 50 ساعة، بيقول لك ان التي هنا بتساوي 50 ساعة، والخمسين ساعة دي عشان تحولها لثواني تبقى 50، الساعة فيها 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية، هيطلع معاك الرقم ده بالثواني.
عايزين كمية الكهربية. طيب نجيب كمية الكهربية ازاي؟ الاي بتساوي الكيو على التي، وبالتالي الكيو بتساوي الاي في التي. الاي طلعت معانا 3 من 10 في التي اللي هي دي 5 في 6 تربيع في 10 أس 3. 3 من 10 في 5 في 36 في 10 أس 3 هيطلع معاك 54,000 كولو. بعد كده الطاقة المستنفذة فيه لمدة نصف ساعة، التي بتساوي نص ساعة، وعاوزين هنا الطاقة اللي هي الدبليو. طيب الدبليو بتساوي ايه؟ الدبليو بتساوي البي في التي، اللي هي البي دبليو في التي. طيب البي دبليو ب60 والتي نص ساعة، نص في نفس الكلام 60 في 60، نص في 60 أس 3 هيطلع ده 108,000. السؤال اللي بعد كده رقم 5، سلك طوله 2 متر، مساحة مقطعه يمر فيه تيار كهربي شدته عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه، احسب التوصيلات الكهربية لمادته. تكتب المعطيات بتاعتك، ادي ال بتساوي 2 متر، ال A بتساوي 1 من 10 سنتيمتر تربيع، ال I بتساوي 1.5 أمبير، ال V بتساوي 7.5 فولت، وعاوزين السيجما. طيب نعمل ايه عشان تجيب السيجما؟ فالسيجما دي موجودة في القانون بتاع المقاومة، اللي هو ال R بتساوي رو اي ال على ايه، اللي هو نفسه ال على سيجما في الايه، لان الرو اي مقلوب السيجما. وعشان تجيب السيجما فانت محتاج ال L ومحتاج ال A ومحتاج ال R، وال R مش عندك، ومحتاج عشان تجيب ال R انت محتاج ال I وال V من قانون او. وبالتالي اول حاجة هتعملها ال R بتساوي ال V على ال I، 7.5 على 1.5 هيديك 5 O. بعد كده تيجي في القانون ده السيجما في طرف لوحدها، هتساوي ال L على ال R في ال A، ال L ب2 وال R ب5 وال A ب1 من 10. طبعا دي سنتيمتر تربيع، تحولها لمتر تربيع تضرب في 10 والسالب ايه؟ 4. اتنين على 5 في 10 ده أس سالب 5 هيطلع معاك 4 في 10 أس 4. رقم 6، سيبك من وحدة السيمون دي مش عليك، انت عليك الأوم والأوم أس سالب 1. السيمون دي المقلوب الأوم أس سالب 1، مقلوب الأو اللي هي أوم أس سالب 1، بس مش عليك. سلك طوله 30 متر، مساحة مقطعه 3 من 10 سنتيمتر تربيع، والسرعة التوالي مع مصدر تيار مستمر وأميتر، قيس فرق الجهد بين طرفي السلك بواسطة فولتميتر، فإذا كانت شدة التيار، طب إيه الفرق ما بين دي ودي؟ مش عارف، ما هما الاتنين واحد، هي نفس الحل. فإذا كانت شدة التيار المار في السلك 2 أمبير، احسب التوصيلات الكهربية لمادة السلك، نفس الخطوات، الفرق الوحيد في الأرقام. المهم نحلها، بس هنحلها على طول بقى، على طول هتجيب الـ R بتساوي الـ V اللي هي 8 من 10 على الـ I اللي هي ب2، هيطلع معاك 4 من 10 O. بعد كده على طول السيجما بتساوي الـ L عطالك ب30 متر على الـ R اللي احنا لسه جايبينها بـ4 من 10. ال A 3 من 10 سنتيمتر تربيع تضرب في 10 أس سالب 4. اتنين ونص في 10 أس 6 أم أس سالب 1 متر أس سالب 1. سلك
سلك منتظم المقطع طوله، مساحة مقطعه، المقاومة النوعية، احسب مقاومته. طبعا ده تعويض مباشر. عندك الار بتساوي رو اي ال على ايه، اعطيك الرو اي بخمسة في عشرة سالب سبعة في ال بمية واربعين سنتي، هتضربها في عشرة وسالب اتنين عشان تحولها من سنتي المتر، ومساحة مقطعه سبعة في عشرة سالب اربعة دي بالسنتي متر تربيع، تضربها في عشرة وسالب اربعة عشان تحولها لمتر تربيع، تطلع معاك. نختصر شوية حاجات، عشرة وسالب تمانية تشيل ده مع ده مع ده، يتفضل عشرة وسالب واحد، تفضل هنا عشرة وسالب واحد، أو اعملها بالآلة الحاسبة، مية وأربعين على، أو تشيل ده أربعتاشر على سبعة فيها الاتنين، اتنين في خمسة بعشرة، اعملها بالآلة الحاسبة تطلع معاك عشرة أهو. رقم تمانية، سلك معدني طوله واحد متر، مساحة مقطعه، مقاومته، احسب التوصيل الكهربائي لمدته. طبعا برضو دي تعويض مباشر. السيجما بتساوي ال ال على الار في الاي، قال لك هنا ان طوله واحد متر ومقاومته باتنين اوم ومساحة مقطعه اربعة من عشرة ملي متر تربيع، هتحول هنا بقى من ملي متر تربيع لمتر تربيع، هتضرب في عشرة والسالب ستة. يعني واحد هيقول لي طب انا بضرب ليه في عشرة والسالب ستة؟ بص انت عندك دلوقتي عشان تحول من ملي متر لمتر، المتر فيه الف ملي متر، يبقى ما تحول من ملي متر لمتر بتضرب في عشرة والسالب تلاتة. واحد ملي متر تربيع وده متر تربيع، واحد متر تربيع، لما تربع العشرة والسالب تلاتة تبقى عشرة والسالب ستة، وبالتالي هنا بتضرب في عشرة والسالب ستة. المهم ده هيديك كام بقى؟ واحد على اتنين في اربعة من عشرة في عشرة والسالب ستة، هيطلع معاك الرقم ده. السؤال اللي بعد كده رقم تسعة، سحب سلك مقاومته 6 اوم حتى اصبح طوله 3 امثال طوله الاصلي، احسب مقاومة السلك الاطول اللي هو السلك الثاني. يعني طبعا مسائل السحب وعاد التشكيل اتكلمت فيها كتير في الشرح وفي كتاب الامتحان، اتكلمت فيها وفي مسائل في كتاب الامتحان كذلك عليها. المهم هو هنا بيقول لك ان الار واحد بتساوي ستة او والال اتنين بتساوي تلاتة ال واحد، وعايزين الار اتنين. قلنا ان الار بتساوي رو اي ال على ايه. في مسائل السحب وعادة التشكيل عندك شوية حاجات ما بتغيروش. اول حاجة نفس السلك وبالتالي نفس الكتلة، نفس المادة اللي مصنوع منها السلك، يبقى نفس الكثافة ونفس السيجما ونفس الرو اي، وكذلك الرو اللي هي الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، واحنا لسه قايلين ان نفس السلك يعني نفس المادة بتاعته، فده ثابت وده ثابت فده هيبقى ثابت، وبالتالي الحجم بتاعك ثابت. تيجي في القانون ده هو عطيك معلومات عن ال، ده ثابت خلاص كده كده لما نيجي نجيب مقارنة بين المقاومات هيروح، فانا عايز اشيل ال اي، فكل اللي هتعمله هتضرب فوق وتحت في ال. لما تضرب فوق وتحت في ال هتبقى الار بتساوي رو اي ال تربيع على ايه في ال اللي هي الفوليوم، ده ثابت وده ثابت، وبالتالي هنا الار بتتناسب مع ال تربيع. طبعا ده في حاجه السحب وعاده التشكيل بس لان الحجم بيبقى ثابت. وبالتالي عندك هنا الار 2 على الار 1 بيساوي ال 2 على ال 1 الكل تربيع، ال ال 2 بتساوي 3 ال 1 على ال 1 الكل تربيع، ده هيروح مع ده، يبقى الار 2 بتساوي 3 تربيع ب 9 في الار 1 اللي هي ب 6 او 9 في 6 ب 54 او. طبعا لحد دلوقتي المسائل اللي احنا بنحلها مسائل سهلة وموجود شبهها في كتاب الامتحان، لسه ما وصلناش للمسائل التقيلة.
السؤال اللي بعد كده رقم 10 بيقول لك هنا ايه؟ سلكان من نفس نوع المادة، يبقى الاتنين من نفس النوع، يبقى الرؤية ثابتة. نصف قطر الأول الآر واحد بيساوي 4 أمثال نصف قطر الثاني، وطول الأول بيساوي ضعف طول الثاني. فما النسبة بين مقاومتيهما اللي هو الآر واحد على الآر اتنين؟ طبعا دي برضو مسألة سهلة. أعطيك هنا الآر واحد بتساوي 4 آر 2، والإل واحد بتساوي 2 إل 2، وعايزين الآر واحد على الآر 2، وطبعا الرؤية ثابتة. أول حاجة بتعملها إن أنت بتكتب القانون، الآر بتساوي رؤية إل على إيه، ده ثابت، وبالتالي لما نيجي نقارن هيروح مع بعضه يعني. طيب أعطيك معلومات عن ال وأعطيك معلومات عن الآر، وبالتالي هتشيل إيه دي وتحط مكانها القانون بتاعها اللي هو رؤية ال على واي آر تربيع. الباي برضو ده ثابت لأن ده رقم، وبالتالي لما تيجي تقول آر واحد على آر اتنين هيساوي ده وده، مش هيبقوا موجودين، هيبقى ال واحد آر اتنين تربيع على ال اتنين آر واحد تربيع، تناسب طردي مع ال وعكسي مع الآر أو الآر تربيع يعني. المهم ال ال واحد باتنين ال اتنين، آر اتنين تربيع زي ما هي، ال ال اتنين زي ما هي، الآر واحد بتساوي 4 آر 2، يبقى أنت عندك 4 آر 2 لكل تربيع. شيل ده مع ده، الآر 2 هتتربع هتضيع مع التربيع اللي فوق، هتفضل عندك 2 على 4 تربيع ب16، يبقى 1 إلى 8. السؤال اللي بعد كده معانا بيقول لك قضيب من الحديد طوله 40 سنتي، مقطعه مربع طول ضلعه 2 سنتي، يبقى أنت عندك هنسمي مثلا ده ال ونسمي ده اكس مثلا، والتوصيلات الكهربية للحديد ادي السيجما، احسب مقاومته، عاوزين نحسب المقاومة بتاعته اللي هي الآر، وهل توجد له مقاومة أخرى في نفس درجة الحرارة وما هي؟ طيب بيقول لك هنا ايه؟ قضيب من الحديد طوله 40 سنتي، ادي ادي قضيب من الحديد طوله بيساوي 40 سنتي اللي هي 4 من 10 متر، ومقطعه مربع زي ما انت شايف كده، الطول ده بيساوي الطول ده، والطول ده ب2 سنتي، 2 سنتي اللي هي 2 من 100 متر، هتضرب في 10 وسالب 2. والتوصيلات الكهربية للحديد عندك هنا الرؤية بتساوي 10 وسالب 7 اوم سالب واحد في متر وسالب واحد، ايه 10 أس 7، معلش التوصيلية. بيقول لك احسب مقاومته، عايزين نحسب المقاومة. طيب على طول هنا هنحسب المقاومة، يعني ايه طوله ب 4 من 10 متر؟ لما يديك حاجة كده ويقول لك طوله ب 4 من 10، احنا عارفين ان الطول بيكون موازي اتجاه التيار، معنى كده ان التيار هيدخل من هنا، وبالتالي ده الطول لانه موازي اتجاه التيار، والمساحة بتاعتك هتبقى المساحة العمودية على اتجاه التيار اللي هي المساحة دي اللي هي دي. وبالتالي انت عندك هنا الار بتساوي رو اي ال على ايه، هو هنا عطيك السيجما، فهتبقى ال رو اي بتساوي 1 على السيجما، ال ال بكام؟ ب4 من 10 متر، السيجما ب10 أس 7 في ال ايه، طبعا مساحة المربع هتساوي الطول في نفسه او طول الضلع تربيع اللي هي 2 من 100 تربيع. تعمل دي بالآلة الحاسبة، هيطلع معاك ادي 4 من 10 على 2 من 100 تربيع في 10 أس 7، هيطلع معاك 1 10 أس 7 4. بعد كده بيقول لك هل توجد مقاومة أخرى للقضيب عند نفس درجة الحرارة؟ طيب احنا دلوقتي أو لسه قايل لك إن، وبرضه قلت في الشرح إن أنت عندك
الطول بتاع المقاومة بيكون موازي اتجاه التيار، والمساحة بتاعة المقاومة بتكون عمودية على اتجاه التيار. طيب لو انت بصيت للشكل ده هتلاقي ان ممكن التيار يدخل من هنا، يعني انت هنا عندك ادواج، ادي ممكن التيار يدخل من هنا ويطلع من هنا، ممكن التيار يدخل من هنا من الوجه اللي فوق ويطلع من الوجه اللي تحت، ممكن التيار يدخل كده من الوجه اللي في الوش ويطلع من الوجه اللي ورا. طيب قلنا برضو في الشرح لو انت عندك، انت هنا بالنسبة للشكل ده عبارة عن ايه؟ متوازي مستطيلات. فانت عندك هنا في 3 ابعاد، طالما ان في بعدين متساويين او في بعدين مختلفين اللي هو هنا ال والاكس، دول مختلفين، فيبقى عندك مقاومتين اتنين بس. في الحالة الاولانية كانت المقاومة بتاعتك لما بيدخل من هنا ويطلع من هنا وجبناها. الحالة التانية لو هو داخل من هنا وطلع من هنا، فانت عندك الطول سميها ال، الطول بيساوي ايه بقى؟ هيساوي ده اللي هو موازي اتجاه التيار اللي هو الاكس، والمساحة هتساوي المساحة دي اللي هي المساحة العمودية على اتجاه التيار اللي هي بتساوي الاكس في ال. طيب لو هو داخل من هنا، لو هو داخل من هنا الطول هيبقى برضو اكس اللي هو موازي اتجاه التيار، والمساحة هتبقى دي اللي هي عبارة عن ال في الاكس، وبالتالي هيبقى في مقاومة تانية واحدة بس، لأن هنا في بعدين بس مختلفين هيبقى في مقاومتين مختلفين. لو التلات أبعاد مختلفين هيبقى في 3 مقاومات، لو ده عبارة عن مكعب هيبقى في مقاومة واحدة. المهم يبقى هنا بيقول لك هل توجد له مقاومة أخرى في نفس درجة الحرارة وما هي؟ نعم توجد مقاومة أخرى في نفس درجة الحرارة. لاحظ هنا بيقول لك في نفس درجة الحرارة عشان يثبت الرؤية، لأن احنا عارفين إن الرؤية بتعتمد على المادة عند درجة حرارة معينة، وبالتالي هو هنا مثبت درجة الحرارة بحيث إن الرؤية تبقى ثابتة. يبقى أنت هنا هتقول له نعم، هيقول لك احسبها. هتحسبها ازاي؟ هتقول سميها R2 بتساوي ال L2 اللي هي عبارة عن الإكس، والإكس هنا باتنين من 100 على السيجما زي ما هي 10 أس 7 في المساحة بتاعتك اللي هي عبارة عن الإكس اللي هي 2 من 100 في ال L اللي هي 4 من 10. شيل ده مع ده، 1 على 4 من 10 في 10 أس 7، هيطلع معاك الرقم ده اللي هو 2.5 في 10 أس سالب 7. لو انت لسه ما انتش فاهم الحاجات دي ارجع للشرح اللي انا كنت بشرح فيه امثله على المقاومات، لو حد محتاجه يعني بيقول لي وانا بعد اسيب لك اللينك في الجروب، او ان انت تدخل على القائمه بتاعه التشغيل اللي هي قائمه الشرح، هتلاقي الفيديو اللي فيه الحاجه دي شرحها بتفصيل اكتر من كده وحل امثله اكتر من كده. المهم السؤال اللي بعد كده رقم 12، سلك معدني طوله 30 متر مساحه مقطعه بالمقاومه النوعيه، والصلة على التوالي مع مقاومة مقدارها 8.5 أو. طبعا انت لسه ما خدتش التوصيل على التوالي والتوازي، انا مش عارف بيحط الاسئلة دي ليه، ما يحطها في الدرس الجاي. المهم هفترض ان انت اخدت يعني ذاكر الدرس اللي جاي وبعد كده ببص على الحاجات دي لو انت لسه ما ذاكرتش التوالي والتوازي. والصلة على التوالي مع مقاومة مقدارها 8.5 أوم، سمي دي R2، وبطارية قوتها الدفع الكهربية ده ال V أو ال VB، ومقاومتها الداخلية 1 أو. لسه برضو ما خدتش المقاومة الداخلية، مش عارف اللي حاطط البتاع ده ما بيبصش في الأسئلة، المفروض كان ينقل السؤال ده الناحية التانية. مقاومتها الداخلية 1 أو، يبقى أنت عندك هنا المقاومة الداخلية بنرمزولها بالرمز R small. احسب شدة تيار الملف في الدايرة، عايزين ال R، ده رقم 12. المهم سلك معدني ادي ال 30 متر، ال A بتساوي 3 من 10 سنتيمتر تربيع، هتحولها على طول المتر تربيع هتضرب في 10 أس سالب 4، وعندك الرؤية بتاعتها بتساوي 5 في 10 أس سالب 7 أوم في متر. السلك ده اللي هو المفروض نجيب مقاومته
وسميناها هنسميها ار واحد، وصلناها على التوالي مع مقاومة تانية اللي هي الار اتنين، والمقاومة التانية اللي هي ار اتنين دي بتمانية ونص اوم. وعندك ادي بطارية، والبطارية دي الفي بي بتساوي 18 فولت، وعندك المقاومة الداخلية بتاعتها ب1 اوم. وعاوزين نحسب شدة التيار اللي ماشي في الدايرة اللي هي الآي. طبعا لما تاخد قانون أوم للدايرة المغلقة هتفهم الحاجة دي، لو انت ما انتش عارف سيبها لحد ما تاخد قانون أوم للدايرة المغلقة وبعد كده برجع لها. المهم انا دلوقتي عشان اجيب شدة التيار محتاج الفي بي ومحتاج المقاومة الكلية اللي في الدايرة. طيب عشان اجيب المقاومة الكلية اللي في الدايرة محتاج اجيب الار واحد، وبالتالي اول حاجة الار واحد بتساوي الرو اي ال على الاي. الرو اي بكام؟ بخمسة في عشرة أس سالب سبعة في ال ال بتلاتين، وال اي بتساوي تلاتة من عشرة في عشرة أس سالب أربعة. تعملها بقى حاسبة، ده في ده في ده 150 في 10 أس سالب 7، 3 من 10 في 10 أس سالب 4 طلعت نص. يبقى انت عندك الار واحد بنص اوم. بعد كده هتجيب الاي، الاي بتساوي الفي بي على الار الخارجيه زائد الار الداخليه. الفي بي بكام؟ ب 18، ار الخارجيه اللي هي دي زائد دي 8.5 ونص ب 9 زائد الداخليه ب 1. 18 على 10 هيديك 1.8 من 10 امبير. رقم 3 بيقول لك او 13، سلك مقاومة المتر منه. سلك مقاومة المتر منه يعني ايه؟ سلك مقاومة المتر منه يعني كل متر المقاومة بتاعته 35 اوم. يعني هنفرض مثلا ان ال L بتساوي 1 متر، يبقى المقاومة بتاعت السلك ده اللي هو طوله 1 متر بتساوي 35 اوم. يراد استخدامه في عمل سخان للحصول على طاقة حرارية. لسه برضو انت ما خدتش الطاقة الحرارية، وبالتالي لما تذاكر الدرس الجاي برجع للسؤال ده تاني. طاقة حرارية جول 25200 جول في الدقيقة، يبقى ده W وده T. أوجد طول السلك اللازم، عايزين ال L بتاع السلك اللازم إذا كان فرق الجهد المستخدم 210 فولت، أدي ال V. أنت عندك هنا بنقول سلك مقاومة المتر منه 35 أوم، يبقى أنت عندك هنا سميها R داش، ودي بتساوي 35 اوم لكل متر، كل متر المقاومة بتاعته 35 اوم. والدبليو بتساوي 25200 جول خلال ايه؟ خلال دقيقة. عايزين طول السلك اللازم اذا كان فرق الجهد المستخدم، وعطيك هنا الفي بتساوي 210 فولت. طبعا برضو لما تاخد الدرس الجاي هتفهم اللي احنا هنعمله. انت عندك دلوقتي عشان تجيب طول السلك المستخدم فانت محتاج تعرف المقاومة بتاعت السلك اللي هتستخدمه، وعشان تعرف المقاومة بتاعت السلك فانت هتيجي للقانون ده. ال W بتساوي ال V في ال I في ال T، او هنا احنا عايزين نجيب مقاومة وهو عطينا V، تبقى V تربيع على ال R في ال T. هتيجي هنا تبص هتلاقي ان الفي ب 210 والتي بدقيقة والدبليو ب 25200، وبالتالي تقدر تجيب الار. الار في طرف لوحدها بتساوي الفي تربيع في التي على الدبليو. الفي تربيع 210 تربيع في التي 1 دقيقة اللي هي 60 ثانية على الدبليو اللي هي 25200. مية وخمسة ايه؟ مية وخمسة او ده المقاومة اللي انا محتاجها. وهنا بيقول لك ان مقاومة المتر بخمسة وتلاتين او، وبالتالي انت عشان تعرف انت عاوز كم متر هتعمل ايه؟ هتقسم المقاومة الكلية
على مقاومة المتر الواحد. فانت عندك هنا ال L هيساوي ايه؟ هيساوي المقاومة الكلية اللي انا محتاجها اللي هي 105 اوم على مقاومة المتر الواحد اللي هو 35 اوم، هيطلع معاك 105 على 35 هيديك 3 متر. يبقى انت هنا عندك ادي المتر الاولاني المقاومة بتاعته ب 35 35 35، قسمت المقاومة الكلية على مقاومة المتر الواحد طلع لك عدد الايه؟ عدد الامتار. او من هنا انت عندك الار داش بتساوي 35 اوم لكل متر. فانت دلوقتي محتاج تجيب كام متر؟ يبقى انت هنا لو ضربت الار داش دي انت عايزها تضربها في ال ال بحيث ان يديك ايه؟ ان يديك 105 اوم. ال بالمتر وده 35 اوم لكل متر، فالمتر هيروح مع المتر. المهم يبقى انت عندك هنا ال 105 اوم بتساوي ال في الار داش، يبقى ال بتساوي 105 اوم على الار داش هيديك زي ما قلت لك 3 متر. 14 قضيب من معدن طوله متر وقطره 55% سنتي ومقاومته صنع من نفس معدن القضيب قرص قطره 2 سنتي. ماشي هنسمي ده مثلا عشان يبقوا مختلفين قرص سمكه، ماشي هنسمي ده اكس، قرص قطره قطره هنسميها دي 2 وسمكه 1 ملي متر نسميها اكس بقى عشان تبقى مختلفة. فما هي المقاومة بين سطحي هذا القرص؟ طيب عشان تفهم الموضوع هنحل السؤال ده ونكمل بقى بعد الفجر عشان القرآن. قضيب من معدن طوله 1 متر، ادي القضيب اهو، طوله 1 متر وقطره اللي هو ده بتساوي 55% سنتي، والمقاومة بتاعت القضيب ده اللي هي الأر بتساوي 2.8 في 10 أس سالب 3 أوم. بيقول لك هنا صنع من نفس القضيب، خدت القضيب ده من نفس معدن القضيب، من نفس معدن القضيب، القضيب ده من نفس المعدن بتاعه، رحت جاي إيه واخد أو رحت جاي صانع قرص. القرص ده أهو عشان تفهم القرص ده شبه ايه، ادي القرص اهو، ده السمك بتاع القرص اللي هو ده وادي القطر بتاع القرص. يبقى انت هنا صنع من نفس معدن القضيب قرص قطره 2 سنتي، يبقى القطر بتاع القرص ده كله احنا سميناه دي 2 بتساوي 2 سنتي وسمكه 1 ملي متر، والسمك ده 1 ملي متر. فما هي المقاومة بين سطحي هذا القرص؟ المقاومة بين سطحين القرص يعني التيار داخل من هنا وطلع من الناحية التانية زي هنا بالظبط كده، ادي القرص اهو بتاعك السمك بتاعه اهو وادي القطر بتاعك. بيقول لك المقاومة بين سطحي القرص بين السطحين دول يبقى التيار هيدخل من هنا ويطلع من الناحية التانية. طيب التيار لما يدخل من هنا يبقى المساحة بتاعتك هي ايه؟ المساحة بتاعت القرص، لان المساحة عمودية على اتجاه التيار، والطول بتاعك هيبقى السمك بتاع القرص، يبقى الاكس ده هو السمك بتاع القرص اللي هو ال 2، والدي ده هنجيب منه المساحة بتاعت الايه؟ بتاعت المقاومة او مساحة القرص اللي هي 2. طيب عشان اجيب المقاومة دي هعمل ايه؟ انا عندي هعرف اجيب المساحة وهعرف اجيب الايه؟ الطول، فانا محتاج الرؤية. طب اجيب الرؤية منين؟ من هنا. انت عندك هنا عندك تقدر تجيب المساحة وعندك المقاومة وعندك الطول فتقدر تجيب الرؤية. هو قال لك ان المادة اللي مصنوع منها القرص هي نفسها المادة اللي مصنوع منها القضيب، وبالتالي هنا من العلاقة دي الار بتساوي رؤية ال على ايه؟ رؤية ال على باي ار تربيع. انا عايز اجيب الرؤية، وبالتالي الرؤية بتساوي
باي اللي هي بكام؟ مش هعطيك الباي بكام، افترض ان هي 3.14 في الار تربيع، القطر ب 55 سنتي، وبالتالي نصف القطر هتضرب في نص، نص في 55 ده سنتي، تضرب في 10 اس سالب 2 تحول المتر، كل ده ايه؟ تربيع مضروب في الار اللي هي 2.8 في 10 اس سالب 3، كل ده مقسوم على ال اللي هو الطول اللي هو 1 متر. طلعت ان الرو ايه بتساوي الرقم ده، بعد ما جبنا الرو ايه عايزين نجيب المقاومه دي، تبقى الار 2 بتساوي، تاخد الرقم ده اللي هو رو ايه 6 و6 4 8 9 5 في 10 اس سالب 8 في ال 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 بتاعتك اللي هي ال 2 اللي هي عباره عن اكس 1 ملم اللي هي 10 اس سالب 3، تضرب في 10 اس سالب 3 عشان تحولها على الايه اللي هي عباره عن الباي 3.14 في الار تربيع. بيقول لك هنا ان القطر ب 2 سنتي يبقى نصف القطر ب 1 سنتي، وبالتالي الار 1 سنتي اللي هي 10 اس سالب 2 متر تربيع. الرقم ده في 10 اس سالب 3 على 3.14 في 10 أس سالب 4، هيطلع معاك الرقم ده اللي هو تقريبا 2.1 في 10 أس سالب 7. أتمنى تكون فهمت اللي أنا عملته. الاتنين دول اللي هم مصنوعين من نفس المادة، هو عطيك المعلومات بتاعت القضيب فهتقدر تجيب منه الرؤية، بعد كده تاخد الرو اي دي مع المعلومات اللي عطالك عن الكورس وتجيب منها الار 2 اللي هي الار بتاعت الكورس. هنكمل بقى ان شاء الله بعد الفجر. سؤال 15 بيقول لك سلكان من نفس الماده يبقى الرو اي متساوي، طول الاول 4 امثال طول الثاني، يبقى ال 1 بيساوي 4 ال 2، وكتله الثاني الام 2 ضعف كتله الاول بتساوي 2 ام 1، فما النسبة بين مقاومتيهما؟ عايزين الـ R1 إلى الـ R2. أول حاجة المعطيات، الاتنين من نفس المادة ده ثابت، عندك الـ L1 بتساوي 4 L2 والـ M2 بتساوي 2 M1، وعايزين R1 على R2. أول حاجة بتبدأ بيها قانون المقاومة، الـ R بتساوي رو E L على إيه؟ طيب هو هنا عطيك علاقة الأطوال وعلاقة الكتل، وانت هنا في القانون ده مفيش كتلة، وطبعا مش عطيك حاجة عن المساحة. طيب الكتلة موجودة في قانون ايه؟ الكتلة موجودة في القانون بتاع الكثافة، الرو بتساوي الكتلة على الحجم، وطبعا انت عارف ان الحجم برضو او قصدي الكثافة هتبقى متساوية لانهم من نفس المادة. المهم انا دلوقتي عايز طبعا عشان تقارن فانت لازم تحط ايه، وطبعا هتيجي الكتل فانت هتحط الام دي في القانون ده. طيب احط الام في القانون ازاي؟ قلنا الايه مش معاك يعني مش هعطيك اي معلومات عنها، فهتضرب فوق وتحت في الايه في ال، هتتحول او المقام هنا هيتحول للايه للحجم، بعد كده تعوض عن الحجم هنا بالام على الرو، هتلاقي ان الرو ثابته والام عطيك معلومات عنها، وبالتالي هتقدر تحل المساله. يبقى احنا دلوقتي الار بتساوي رو اي ال تربيع على الفوليوم اللي هو بيساوي الام على الرو، وبالتالي عندك هنا الار 1 على الار 2 بتساوي ده وده ثابتين، طرد مع ال تربيع وعكس مع الام، يبقى ال 1 تربيع ام 2 على ال 2 تربيع ام 1، ال 1 4 ال 2 الكل تربيع في الام 2 ب 2 ام 1 على ال 2 تربيع ام 1، شيل ده مع ده، شيل ده مع التربيع،
أربعة في أربعة تربيع بستاشر في اتنين بتاع إيه؟ ستاشر، 32. بس كده. 16 سلكان من نفس المادة، برضو نفس الكلام، الأول طوله 15 متر L1 وكتلته ادي M1، والثاني طوله L2 وكتلته M2، النسبة بين مقاومتيهما. طبعا دول شبه بعض، هنستخدم نفس القانون ده لأن هو هنا عطيك ال L1 بتساوي 15 متر، وال M1 بتساوي 150 جرام، L2 بتساوي 25 متر، والام 2 بتساوي 250 جرام. وبالتالي هنستخدم نفس القانون ده، ال ال والام والاثنين من نفس الماده، يعني الرو والرو اي والسيجما كل دول متساويين. المهم يبقى انت عندك ار 1 على ار 2 بتساوي ال 1 تربيع اللي هي 15 تربيع في الام 2 اللي هي في 250، طبعا ده بالجرام وده بالجرام، ملهاش لازمة اللي انت تحول يعني، على ال L2 تربيع اللي هي 25 تربيع في ال M1 اللي هي 150. بعد كده تعمل بالآلة الحاسبة 25 اللي هي 15 تربيع في 25 على 25 تربيع في 15، اطلع 3 إلى 5. ممكن تشيل ده مع ده، ده مع التربيع، ده مع التربيع، 15 على 25 اللي هي 3 على 5. 17 سلك مقاومته 4 أوم، ادي عندك الآر، احسب مقاومته، يبقى ده R1 إذا سحب السلك حتى تضاعف طوله، يعني ال L2 بقى بيساوي 2 L1، وعيد تشكيله بحيث تضاعف نصف قطره، يبقى أنت عندك كده R2 بتساوي 2 R1. طبعا الاستنتاج بتاع مسائل السحب وعاد التشكيل مش هنستنتجه تاني، يعني احنا استنتجناه في الشرح واستنتجناه في واحنا بنحل مسائل بنك الايه، بنك الاسئله، فهو نفس الاستنتاجات يعني. 17 ادي الار 1 بتساوي 4 اوم، اول حاجه معانا بيقول لك تضاعف طوله، L2 بتساوي 2 L1، قلنا في حاله السحب وعاد التشكيل الفوليوم ثابت، وبالتالي استنتجنا القانون اللي بيقول لك لو هو عطيك معلومات عن الطول بنستخدم القانون ده على طول، الار بتناسب مع ال تربيع. لو انت ما انتش فاكر الحاجات دي ارجع للشرح او ارجع للاسئله بتاعت الاسئله بتاعت بنك بنك الاسئله، هتلاقيها خدنا الحاجات بالتفصيل. المهم يبقى انت عندك هنا الار 2 على ار 1 بتساوي L2 على L1 كل تربيع بيساوي ال L2 ب2 L1 على ال L1 زي ما هي، تشيل ده مع ده، يبقى ال R2 بتساوي ال R1 اللي هي ب4 في 2 تربيع ب4، هيطلع معاك 16 أوم. بعد كده أعيد تشكيله بحيث تضاعف نصف قطره، تضاعف نصف قطره يعني ال R2 بتساوي 2 R1. طبعا لو عاوزين نستنتج القانون هتبقى نفس الفكره، وهيطلع معاك في النهايه ان الار بتناسب عكسيا مع الاي تربيع، والار بتتناسب الاي تربيع اللي هي باي ار تربيع، واحد مع باي ار تربيع الكل تربيع. طبعا الباي دي ده ثابت، وبالتالي هنا الار هتتناسب ايه، عكسيا مع ار تربيع تربيع اللي هي ار اس 4. وبالتالي انت عندك هنا يبقى R2 على R1 بتساوي تناسب عكسي، يبقى R1 على R2 الكل أس 4. R1 زي ما هي، R2 ب2 R1 ده هيروح مع ده، هتفضل عندك 1 على 2 الكل أس 4 اللي هي 1 على 32، 2 في 2 1 على 16. يبقى انت عندك هنا ال R2 بتساوي R1 اللي هي 4 على 16، هيطلع معاك 1 على 4 اللي هي 25 من 100 أوم. السؤال
سؤال رقم 18، مصر 92، سلكان من مادتين مختلفتين، طول الأول ضعف طول الثاني، ال واحد بتساوي 2 ال 2، ونصف قطر الأول ار واحد ضعف نصف قطر الثاني، ومقاومة الأول تساوي مقاومة الثاني. أوجد النسبة بين المقاومتين النوعيتين رو اي واحد إلى رو اي 2. عندك هنا ال ال واحد بتساوي 2 ال 2، ار واحد بتساوي 2 ار 2، ار واحد بتساوي ار 2، وعايزين رو اي واحد على رو اي 2. نحل دي ازاي؟ ممكن تبدأ من اي خطوة، ممكن تبدأ بده. المسألة دي موجودة في كتاب الامتحان وانا حللها وبدأت من هنا، هحلها ان انا هبدأ بهنا. عشان تبدأ بهنا فهتكتب قانون المقاومة، الار بتساوي رو اي ال على اي، تجيب الرو اي في طرف لوحده، يبقى الرو اي بتساوي ار في اي على ال. الار ثابت وبالتالي هيبقى الرو اي واحد على الرو اي اتنين بيساوي، عندك ال A في البسط وال L في المقام، واحد على اتنين، يبقى هنا A واحد L اتنين على A اتنين L واحد بيساوي. طبعا هتشيل A وتحط مكانها أنصاف الأقطار، يبقى هنا تبقى R واحد تربيع L اتنين على R اتنين تربيع L واحد. طبعا لما تشيل A واحد هتحط باي R واحد تربيع، وده هيبقى باي R اتنين تربيع، الباي هتروح مع البار. المهم بعد كده هعوض الار واحد باتنين ار اتنين، ال ال اتنين زي ما هي، ار اتنين زي ما هي، وال ال واحد باتنين ال اتنين، وبالتالي هتشيل ال ال اتنين مع ال ال اتنين، ده هيروح مع ده بعد ما يتربع، ده تربيع، ده هيروح مع ده بعد ما يتربع، اتنين فوق هتتربع هتبقى اربعة، اربعة ال اتنين هتديك ايه؟ تديك اتنين. وبالتالي رو اي واحد على رو اي اتنين بتساوي اتنين الى واحد. لا حول ولا قوة الا بالله. 19، تتصل محطة توليد الكهرباء بمصنع يبعد عنها مسافة 2.5 كيلومتر، ده برضو موجودة في كتاب الامتحان، بسلكين، فإذا كان فرق الجهد بين طرفي السلكين وبين الطرفين عند المصنع، وكان المصنع يستخدم تيار شدته 80 أمبير، احسب مقاومة المتر الواحد من السلك ونصف قطره، علما بأن المقاومة النوعية. طيب نحل دي ازاي؟ لو انت حليتها يعني نحللها برضو في كتاب الامتحان، فهي هي. المهم والله بفكر ان انا الاسئله المتشابهه دي بدل ما كل شويه احلها انقلها من كتاب من الحل بتاع كتاب الامتحان وخلاص. يلا نحلها تاني. عندك هنا ايه؟ ادي المحطة، وادي سلك، وادي سلك، وادي المصنع. فرق الجهد هنا ب240 فولت، فرق الجهد هنا ب220 فولت، وبيمر في الأسلاك دي تيار 80 أمبير. طبعا الأسلاك دي لها مقاومة، وهتقول لي بس احنا قلنا ان الأسلاك ملهاش مقاومة. الأسلاك اللي انت بتستخدمها في الدوائر الصغيرة بتبقى طولها صغير، وبالتالي المقاومة بتاعتها بتبقى صغيرة جدا، لكن الأسلاك اللي بتستخدمها أو الكابلات اللي بتستخدمها عشان توصل التيار في الشوارع والحاجات دي بتبقى المسافات طويلة، وبالتالي بيكون المقاومة بتاعتها مؤثرة. لكن الأسلاك الصغيرة اللي انت بتستخدمها في الدوائر الكهربائية البسيطة دي بتكون المقاومة بتاعتها بسيطة، ما بتكونش مؤثرة في الدائرة. المهم فأنا دلوقتي عندي السلك ده للمقاومة والسلك ده للمقاومة. طبعا لما تاخد الدرس الجاي هتعرف ان المقاومة دي والمقاومة دي الاتنين على التوالي، وبالتالي على طول هنعتبر ان المقاومتين دول كأنهم مقاومة واحدة اللي هي الار، وبالتالي ممكن اعيد رسم الدايرة دي. عندك ده كأنه بطارية، طبعا هو التيار ده بيبقى متردد، بس احنا برضو هنا بنتعامل مع تيار مستمر فاعتبر ان هي بطارية. وادي المقاومة اللي عندي اللي هي الار، وادي عندك الايه؟ المصنع 220 فولت، وادي 240 فولت.
انا دلوقتي عايز اجيب ايه؟ عايز مقاومة المتر الواحد من السلك، وبالتالي انا عايز اجيب المقاومة ار. عشان تجيب المقاومة ار، فرق الجهد ده بيساوي فرق الجهد هنا، كأن المصنع ده بالظبط كأنه يعني مجازا هنعتبر ان هو كأنه مقاومة هنا، والمقاومة دي فرق الجهد عليها ب 220 فولت، وبالتالي فرق الجهد ده بيساوي فرق الجهد هنا زائد فرق الجهد هنا، هنسمي ده في ار، وبالتالي 240 بتساوي الفي ار زائد 220، يبقى الفي ار بيساوي 240 ناقص 220 ب 20 فولت. والتيار اللي ماشي هنا ب 80 امبير، وبالتالي هتقسم فرق الجهد على التيار تجيب المقاومة، يبقى انت عندك الار بتساوي فرق الجهد ب 20 والتيار ب 80، هيطلع معاك 25 امبير او. دي المقاومة بتاعت الايه؟ بتاعت السلكين مع بعض اللي هي 5000 متر. عشان تجيب مقاومة المتر الواحد هتقسم المقاومة بتاعت ال 5000 متر على ال 5000 متر، وبالتالي عندك سميها الار داش، هتساوي المقاومة اللي عندك اللي هي 25% على ال 5000 متر اللي هم ال 5 كيلو، 2.5 كيلو و2.5 كيلو، هيطلع معاك 5 × 10^5 اوم لكل متر. بعد كده عاوزين نجيب بقى ايه؟ نصف قطره. طيب عشان تجيب نصف القطر، انت عندك المقاومه، المقاومه دي بتاعت 5000 متر، يبقى عندك ال ال ب 5000 متر، واعطيك المقاومه النوعيه للسلك ده ب 1.57 × 10^8 اوم، او اوم في متر، وهنا كاتبها غلط. المهم عندك ال ال وعندك الرو اي وعندك الار، فتقدر تجيب نصف القطر. انا عارف ان الار بتساوي رو اي ال على ايه اللي هي الباي ار تربيع، وبالتالي هجيب الار في طرف لوحدها، هتساوي الجذر التربيعي للرو اي في ال ال على الباي في الار. عوض بقى الرو اي 1.57 × 10^8 في ال ال 5000، الباي 3.14 في الار اللي هي 25%. طيب في حل اسهل، يعني انت خلاص انت جبت المقاومه لكل متر، فانت ممكن هنا تعوض ده بواحد وده بالرقم اللي احنا جبناه اللي هو ده، هي لان انت 25% على 5000 هيديك الرقم ده، زي ما تحب. 1.57 في، خلينا نعمل 1.57 في 10^8 في 5000 على 3.14 في 25%، هيطلع معاك 1% متر اللي هي 1 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده رقم 20 بيقول لك قطعة نحاس كتلتها صنع منها موصل اسطواني مقاومته، احسب طوله ونصف قطره اذا كانت كثافة النحاس والمقاومة النوعية للنحاس. طبعا المسائل اللي فيها الكتلة والحاجات دي غالبا ما بتجيش في الامتحان، يعني هي ما بتجيش في الامتحان، بس في النظام الجديد ممكن يجيبها يعني، بس هي المفروض ان هي مش عليك لان القوانين بتاعتها مش موجوده في الكتاب. المهم انت حلها وبس، وخد عنها فكره بحيث ان ايه لو الوزير لعب ولا حاجه ولا محدش عارف دماغه فيها يعني. المهم قطعه نحاس كتلتها ادي الام بتساوي 1.5 كيلو جرام، صنع منها موصل اسطواني المقاومه بتاعته ب 5 اوم، وعندك هنا اعطيك الرو بتساوي 9000 كيلو جرام لكل متر أس 3، والرو اي بتساوي 2.7 × 10^7 أم في متر، وعاوزين نجيب طوله ونصف قطره. طيب عشان تجيب الطول ونصف القطر تعمل ايه؟ ال والار. طبعا هتبص للقانون بتاع المقاومة، قانون المقاومة بيقولك رو اي في ال على ايه. طيب انت هنا
الرؤي عندك، ال انت عايز تجيبها، والايه انت عايز تجيبها، يعني انت عايز تجيب الاتنين دول. بس هو هنا اعطيك معلومات عن ايه؟ معلومات عن الكتلة ومعلومات عن الكثافة. طب ما انا عارف ان الكتلة والكثافة الاتنين مربوطين ببعض بالقانون ده، الرو بتساوي الام على الفوليوم، والاتنين دول معروفين. طيب والفوليوم بيساوي ايه؟ بيساوي الاي في ال، وبالتالي انا هنا ممكن اشيل الايه، ان انا اضرب فوق وتحت في ال، يبقى انا عندي بقى الفوليوم اهو، اعوض من بالفوليوم ده من هنا، هيبقى كل حاجات اللي عندك في الدايره في الدايره ايه في القانون معروفه ما عدا ال، فتقدر تجيب الايه، تجيب ال. ثواني يبقى دلوقتي هاجي هنا الار بتساوي رو اي ال في ال بال تربيع، اي في ال اللي هي الحجم، والحجم بيساوي الام على الرو، وبالتالي انت هنا هتحط ام على الرو، يعني الرو هتطلع فوق. بعد كده تجيب ال في طرف لوحده، ال تربيع بتساوي الار في الام على الرو اي في الرو. بعد كده يبقى ال تربيع بتساوي الار بكام؟ بخمسة، في الام بواحد ونص، الرو اي باتنين وسبعة من عشرة، في عشرة سالب سبعة، في الرو بتسعة آلاف، هيساوي خمسة في واحد ونص، اتنين وسبعة من عشرة، في تسعة آلاف، في عشرة سالب سبعة. يطلع معاك الرقم ده، ناخد الجذر بالمرة، طلع معاك 55، او هو هنا زي ما هو كاتبها 500 على 9 متر. طيب بعد كده اعمل ايه بقى؟ بعد كده انا عايز اجيب نصف القطر. عشان تجيب نصف القطر قدامك اكتر من طريقة، ده ال ال مش ال ال تربيع. عشان تجيب نصف القطر قدامك اكتر من طريقة. طيب اول طريقة ان انت هتجيب الحجم من العلاقة دي، وبعد ما تجيب الحجم، الحجم ده بيساوي الـ A في الـ L اللي هو بيساوي الباي R تربيع في الـ L، وبالتالي تقدر تجيب الـ R. طيب الطريقة التانية، الطريقة التانية ان انت تجيبه من القانون ده، انت خلاص عندك الـ R موجودة والـ A موجودة والـ L انت لسه جايبه، وبالتالي تقدر تجيب الـ A وبعد كده تجيب نصف القطر. تعال نجيبه من القانون ده، وانت بجرب بالقانون ده وهاته. يبقى احنا دلوقتي عندنا ال R بتساوي رو اي ال على ال A اللي هي باي R تربيع. هنجيب ال R في طرف لوحدها، يبقى ال R بتساوي الجذر التربيعي الرو اي في ال L على ال R في ال A في الباي، باي في ال R. ال R بتساوي الجذر التربيعي الرو اي كانت بكام؟ 2.7 من عشرة في 10 سالب 7 في ال L، لسه جايبينها 500 على 9، 500 على 9، الباي 3.14، الار ب5، 9 في 1 على 9، 3 في 9 ب7، 3 من 10، 5 في 1 5 فيها ال 100، تلاتة من عشرة في عشرة سالب خمسة، تلاتة واربعتاشر من مية، هيطلع الرقم ده اللي هو 9.77 في عشرة سالب أربعة. طبعا ده نصف قطر بالمتر. السؤال ده موجود في كتاب الوفي وحلناه. لا مش هو، سؤال تاني شبهه يعني. المهم بقول لك هنا، وضع اربع الكترونات واثنين بروتون على حافة كورس معزول كما بالشكل، يدور في اتجاه مع عقارب الساعة بمعدل 1000 دورة في الثانية. احسب اولا شدة التيار الناتج من دورانهم واتجاهه. طيب اذا استبدلت الالكترونات
ببروتونات ودار بنفس السرعة في الاتجاه في نفس الاتجاه فما شدة تلو اتجاهه. المهم تعالى كده تعالى نرسمه نحله هنا احسن. دلوقتي لو احنا جينا عند نقطة معينة اللي هي النقطة دي، هو هنا بيقول لك ان القرص ده بيدور في اتجاه مع عقارب الساعة بمعدل 1000 دورة كل ثانية، وبالتالي القرص ده في اللحظة دي كان القرص في لحظة معينة كان هنا بيدور كده، وبالتالي بعد دورة مش عارف اجيبها لك ازاي. تعالى كده، ادي مثلا الجنيه اللي انت شايفه ده، تمام؟ عندك الواحد كان ايه؟ كان هنا. طيب لما يلف لفة كاملة الواحد رجع لنفس المكان ده، لف لفة كاملة الواحد رجع لنفس المكان ده، ده حاجة. طيب تاني حاجة عشان اوضحها لك اكتر، مش لاقي اي حاجة. هنفترض ده مثلا، انت عندك دلوقتي في اللحظة دي كان كده، ده لف لفة كاملة فده بيلف معاه لحد ما لف لفة كاملة ورجع ده تاني، فاهم حاجة؟ ده بيلف معاه، وبالتالي ده بيلف معاه، وبالتالي انت عندك هنا في بداية اللفة أو بداية الزمن ده لف كده فالإلكترون عدى، وبعد كده البروتون، بعد كده الإلكترون، بعد كده الإلكترون ده، بعد كده ده، بعد كده ده، كلهم عدوا وعمل لفة، بعد كده لف تاني كلهم عدوا وعمل لفة، كأن النقطة دي بيعدي بيها الشحنة بتاعت الحاجات دي مجتمعة كل دورة. وبالتالي في الألف دورة، في الألف دورة اللي بيحصلوا في الثانية، الشحنة اللي عدت بالنقطة دي هي مجموع الشحنات بتاعت دول مضروبة في الألف. فهمت حاجة؟ تاني، في لحظة معينة أو في البداية بتاعتي، بداية ما عملت الساعة، القرص ده بيدور، عدى الالكترون ده، بعد كده 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 ده، كلهم عدوا لحد ما تعمل الدوره. يبقى كده عدى في خلال الدوره الواحده الشحنه بتاعت دول كلهم مجتمعه، عدت بالنقطه دي. الدوره الثانيه عدوا تاني، وبالتالي الشحنه اللي عدت في دورتين هي 2 في الشحنه في مجموع الشحنه بتاعت دول، وهكذا. 1000 دوره هتبقى 1000 في مجموع الشحنة بتاعت دول عدت بالنقطة دي خلال الثانية، وبالتالي الكيو هنا اللي عدت بالنقطة دي خلال الثانية بتساوي كام؟ كم الكترون عدى خلال الدورة؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، 4 في شحنة الالكترون اللي هي موجبة. تعال ناخد الاشارات، 4 في موجب 1.6 من 10 في 10 سالب 19، وعندك هنا شحنة البروتون ده سالب، معلش شحنة الإلكترون سالب، شحنة البروتون موجبة اللي هي تبقى 2 في 1.6 من 10 في 10 سالب 19. دول الشحنة اللي بتعدي خلال ايه؟ خلال دورة كاملة. طيب خلال الألف دورة هتضرب في 1000، يبقى الشحنة الكلية اللي بتمر خلال الثانية بالنقطة دي بتساوي الرقم ده. طبعا لما دول تجمعهم عندك هنا 4 سالب 4، أو هتاخد 1.6 من 10 في 10 سالب 19، هتاخده عامل مشترك، وكذلك الألف بره عامل مشترك، هيتفضل عندك هنا سالب 4 وهنا زائد 2 هيديك سالب 2. يبقى دي الشحنة الكلية اللي بتمر بالنقطة دي خلال الايه؟ خلال السنة. يبقى الكيو بتساوي 1000 اللي هي 1000 دورة في شحنة الالكترون اللي هي بتساوي شحنة البروتون في سالب 2 اللي هي عندك 4 الكترونات وبروتونين، فالبروتونين هيضيعوا مع الالكترونين هيتفضل الالكترونين اللي هي 2، او هنا بالاشاره تبقى سالب 2.
هيديك هنا 3 سالب 3 و2 من 10 في ده في ده، هيديك 10 والسالب 16 كولوم. طيب بعد ما جبت الشحنة الاي هيساوي ايه؟ الكيو اللي هي دي على التي اللي احنا اصلا قلنا ان هي ثانية، وبالتالي هيديك على طول سالب 3 و2 من 10 في 10 والسالب 16 امبير. طيب طبعا هنا احنا هنسيبنا من السالب ده، السالب ده احنا كنا حاطينه بس عشان ايه؟ نبين الشحنة. احنا هنا عايزين بقى نحدد الاتجاه بتاع التيار. طبعا المحصلة بتاعت الشحنات دي او الشحنات بتمر كده، والمحصلة بتاعتها هي محصلة شحنة الالكترون، وبالتالي عندك التيار هيبقى في عكس الاتجاه بتاع الايه؟ بتاع حركة الالكترونات، وبالتالي هيبقى كده عكسي. ثانيا بيقول لك اذا استبدلت الالكترونات ببروتونات ودار بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه فما شدة التيار واتجاهه. استبدلت الالكترونات دي ببروتونات، وبالتالي هيبقى انت عندك الشحن اللي بتمر بدي خلال الدورة هيبقى ده 1 2 3 4 5 6، 6 بروتون بيمروا خلال الدورة بالنقطة دي، وبالتالي الشحنة الكلية اللي بتمر خلال 1000 دورة اللي بتحصل في الثانية هتساوي 1000 في شحنة البروتون في عدد الإلكترونات اللي بتمر خلال الدورة الواحدة. وبالتالي ده 6 في 6 في 6 و30، 9 و6 من 10 في 10 السالب 16 كولوم. وبالتالي عندك الاي هتساوي الكيو على التي، التي بواحد، وبالتالي هيديك نفس الرقم 9.6 في 10 السالب 19 كولوم. طبعا في حالة ان انت استبدلتهم هيبقى الشحنة الكلية بتاعتك موجبة، وبالتالي اتجاه التيار في نفس اتجاه الشحنة اللي هو اتجاه، انت طبعا عارف ان اتجاه التيار بيكون عكس الاتجاه في حالة الالكترونات، وبيكون في نفس الاتجاه في حالة البروتونات، او بيكون من الموجب للسالب، ده الاتجاه الاصطلاحي، والاتجاه الفعلي بيكون اللي هو الاتجاه بتاع الالكترونات. المهم يبقى انت عندك هنا البروتونات هي اللي بتدور، وبالتالي هيكون في نفس الاتجاه بتاعها. رقم 22 بيقول لك شريحة من النيكروم ابعتها، اذا وصل التيار بكل وجهين متقابلين الاكبر 1 ثم 2 ثم 3، قارن بين المقاومة للشريحة لكل وجه. طبعا ده سؤال سهل، تعال نحله هنا. احنا قلنا قبل كده، طب تعال نحط الابعاد الاول، انت عندك ده انه بقى ال 12، ده 12 مثلا، وده 6، وده هيبقى 2. قلنا قبل كده ان الطول بتاع المقاومة بيكون موازي لاتجاه التيار، والمساحة بتكون عمودية على اتجاه التيار، وبالتالي في الحالة بتاعت واحد دي هيبقى المساحة هي دي، والطول هيبقى ده، وبالتالي هنا ار واحد الى ار اتنين الى ار تلاتة، احنا عارفين ان الار بتساوي رو اي ال على اي، والرو اي ثابتة لانهم كلهم مصنوعين من نفس المادة، وبالتالي ار واحد الى ار اتنين الى ار تلاتة بتساوي ال واحد على اي واحد الى ال اتنين على اي اتنين الى ال تلاتة على اي تلاتة بيساوي. في حالة ال R واحد أو المسار واحد، ال L واحد هو ده اللي هو باتنين، والمساحة هتبقى 12 في 6، يبقى هنا 2 على 12 في 6، طبعا كلهم بالسنتي، وبالتالي ملهاش لازمة إن أنت تحول. إلى المسار 2 التيار جاي كده، وبالتالي أدي الطول أهو اللي هو هنا ب6، والمساحة هتبقى دي اللي هي 12 في 2. المسار 3 كده، وبالتالي الطول هيبقى ده اللي هو 12، والمساحة هتبقى 6 في 2 بس. بعد كده تختصر ستة في اتنين ب12، تروح مع ال12 تروح مع ال12، بعد كده على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها التلاتة، على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها التلاتة، ثواني كده
وبعد كده دي زي ما هي، هيطلع معاك 1 على 3 3 12. طبعا متش عاوز كسور، وبالتالي تضرب كله في 3 هيديك 1 إلى 9 إلى 3 في 12 ب36. رقم 23، كابل اسطواني من الألمنيوم. كابل اسطواني من الألمنيوم في محوره بلاستيك، نصف قطره 2 مم ونصف قطر غلافه الألمنيوم 3 مم. احسب مقاومة 88 متر من هذا الكابل، علما بأن المقاومة النوعية للألمنيوم كذا. طبعا انت المفروض يعني كان يرسم لك رسمة. كابل اسطواني من الألمنيوم في محوره بلاستيك نصف قطره، طبعا في محوره بلاستيك نصف قطره يقصد هنا ان المحور ده بلاستيك، ونصف قطره غلافه الألمنيوم، نصف قطر غلافه الألمنيوم، ادي الغلاف الألمنيوم. اعتقد ان هي كده يعني. يبقى انت عندك هنا ادي البلاستيك وادي الغلاف الالومنيوم، نصف قطر البلاستيك اللي هو ده سميه R1 بتساوي 2 مم، ونصف قطر الالومنيوم اللي هو من هنا لهنا طبعا هيبقى ده بس الالومنيوم، ده R2 بتساوي 3 مم. بيقول لك هنا احسب مقاومة 88 متر، يبقى ال L1 أو ال L بتساوي 88 متر من هذا الكابل، علما بأن المقاومة النوعية ال ρe بتساوي 5 × 10 − 7 أوم في متر. أحل دي ازاي؟ طبعا المساحة هي دي المساحة بتاعت الألمونيوم اللي عندك، أو مساحة الكابل، أو المساحة اللي هيمر فيها التيار يعني. وبالتالي انت عندك هنا المساحة دي هتساوي ايه؟ هتساوي المساحة الخارجية ناقص المساحة الداخلية، اللي هي مساحة المساحة دي، مساحة تجيب المساحة الكلية اللي هي دي كلها، وتنقص منها المساحة اللي جوه. وبالتالي عندك هنا الايه هتساوي المساحة الخارجية اللي هي عبارة عن باي في الار 2 تربيع ناقص المساحة الداخلية اللي هي المساحة اللي جوه دي باي R1 تربيع، تبقى باي في الار 2 تربيع ناقص R1 تربيع. نيجي هنا يبقى الار بتساوي الرو اي 5 × 10 − 7 في ال 88 على الاي اللي هي باي في الاتنين بالملي. عندك الار 2 بتلاتة ملي، هتبقى 3 × 10 − 3 كل تربيع ناقص R1 اللي هي 2 × 10 − 3 كل تربيع. لاحظ ان دي بالملي هتحول من ملي لمتر، ودي كذلك. المهم عشان تريح على نفسك، انت ممكن ده وده تاخدهم عامل مشترك وتطلعهم بره، هتبقى 10 × 6، لان ده يتربع وده يتربع، 10 × 6 تاخدها بره كعامل مشترك وتضيعها مع اللي فوق ده، تبقى 10 × 1. كده كفاية 5 × 10 − 1 اللي هي 1/10 × 88 على 3 × 14 من 100، 3 تربيع ناقص 2 تربيع 9 ناقص 4 2.8. طبعا انا اول مره اشوف كابل بالشكل ده يعني. هو الكابل المفروض ان هو بيبقى الماده بتاعته اصلا سواء الومنيوم او نحاس تبقى هي اللي جوه، وبعد كده الغلاف بقى اللي من بره. فكره ان يبقى في المحور بلاستيك وبعد كده لف حواليه، ده انا اول مره اشوفها. يمكن كابل مصنوع جديد. رقم 24، موصل على هيئة نصف حلقة دائرية من النحاس، نصف قطره الداخلي 6 سنتي ونصف قطره الخارجي 9 سنتي، مقطعه 3 سنتي و4 سنتي، تمام كما بالشكل. فإذا كانت المقاومة النوعية للنحاس
احسب مقاومة الماس. عايزين نحسب المقاومة بتاعة الماس. طيب طبعا التيار هيمشي ازاي؟ التيار هيمشي كده. التيار هيمشي كده، وبالتالي انت عندك دلوقتي لاحظ هنا ان التيار هيمشي كده، وبالتالي الطول بتاعك هيبقى المحيط، بس هنا انت عندك بعدين، البعد ده والبعد ده، وبالتالي هناخد المتوسط بتاع. المفروض المسألة دي مش عليك يعني، المفروض هناخد هنا طالما ان عندك بعدين هناخد المتوسط بتاع الطول. يعني ايه المتوسط بتاع الطول؟ يعني المحيط بتاع الجزء ده اللي هو الطول ده هنجيبه، والطول ده هنجيبه، وهناخد الايه المتوسط بتاعه، نجمع الاثنين ونقسمهم على الاثنين، وبالتالي عندك هنا نصف القطر بتاع المسار الداخلي اللي هو 6 سم، وده بيقول لك على هيئة نصف حلقة. محيط عشان تفهمها، ادي نصف الايه نصف الدايرة. عاوزين نجيب المحيط اللي هو الطول ده، ده هيساوي ايه؟ هنسميها مثلا C1. C1 هتساوي باي في الار. انت عارف ان محيط الدايرة بيساوي 2 باي ار، نصف محيط الدايرة هيساوي الباي في الار. يبقى انت عندك دلوقتي ده هيساوي ايه؟ هيساوي الباي في 6 سم اللي هي 6 من 100 متر في الباي. عندك C2 بيساوي ده 9، نصف القطر ب9، وبالتالي هيبقى 9 من 100 في الباي بالمتر. بعد كده ال L بقى هيساوي الطول ده زائد الطول ده على الاتنين اللي هو المتوسط بتاعهم، 6 من 100 زائد 9 من 100 باي على الاتنين هيساوي 6 من 100 و9 من 100، 15 من 100 على الاتنين 75 من 1000، 75 من 1000 باي متر. ده المتوسط بتاع الطول. طيب المساحة بتاعتك، المساحة العمودية على اتجاه المسار اللي هي هتبقى المساحة، ده لما تبص له من هنا هيبقى على شكل كده، مش عارف اجيبها لك ازاي، هيبقى على شكل مربع يعني، او قصدي مستطيل. ده الطول وده السمك بتاعك، وبالتالي عندك هنا الـ A هتساوي 3 في 4، 3 من 100 في 4 من 100 متر تربيع. بس يبقى انت عندك هنا الـ R بتساوي الرو E 1.9 في 10^8 في الـ L 75 من 1000 باي خلال 3 و14 من 100 على الـ A اللي هي 3 من 100 في 4 من 100. مش عارف لازمتها ايه الأسئلة اللي شبه دي. 1.9 في 10^8 في 75 من 1000 في 3 و14 من 100 3 من 100 في 4 من 100. طبعا الاختلافات دي هتبقى بسبب الباي. تعال نخلي الباي ب22/7، المهم الاختلافات دي هتلاقيها بسبب يعني تعويضات كلام من ده. ممكن يكون الخطوات دي مثلا عوض بالباي هنا وبعد كده قرب الى اخره. فانت عندك هنا المقاومة هتساوي 3 و7، 3 او 7 2، او زي ما هو عاملها 7 5 على حسب التقريبات. 7 3 في 10^6. طبعا المسألة دي اعرف الفكرة وكبر دماغك. السؤال اللي بعد كده 25، موصل على هيئة نصف اسطوانة تقسم طوليا طولها L ونصف قطرها المتوسط R.
تمام. هو هنا بيقول لك نصف قطرها المتوسط، وبالتالي هو هنا جايب لك نصف القطر المتوسط على طول، اللي هو من هنا لهنا. وسمك يعني جاب نصف القطر ده وجاب نصف القطر ده، وراح جاي جامعهم وقسمهم على الاثنين، ده نصف القطر المتوسط. وسمك الجدار تي، فإذا مر التيار في اتجاه الطول ايه اللي هو في الاتجاه ده، كانت المقاومة ار واحد، وإذا مر التيار في اتجاه الموضح بي كانت الار اتنين. احسب النسبة ار واحد الار اتنين بدلالة ال ال والار والتي. تمام. طيب نحسب دي ازاي؟ نفس الفكرة، يعني انت عندك هنا في الحالة دي التيار ماشي كده، وبالتالي المساحة هتبقى المساحة بتاعت الجزء ده. طيب عشان تجيب المساحة بتاعت الجزء ده هتعمل ايه؟ المساحة بتاعت الجزء ده ان انت هتجيب المساحة الخارجية ناقص، انا مش عارف ايه اللي يخليه يحط مسائل زي دي ليكم، يعني المسائل اللي فيها الرياضة جامد دي صعب ان هي تجيلك في الامتحان، مش صعب، مستحيل تجيلك في الامتحان. المهم، فعشان نجيب المساحة دي زي ما قلنا هنجيب المساحة بتاعت الجزء الخارجي طبعا، هنجيب النص، وبعد كده نجيب يعني عشان تفهم تعالى نعملها هنا. احنا عايزين نجيب المساحة دي هنعمل ايه؟ هنجيب مساحة نص الدائرة اللي بره اللي هي كل دي، بعد كده هنجيب مساحة نص الدائرة اللي جوه اللي هي دي، نطرح المساحة اللي بره ناقص المساحة اللي جوه هيدينا المساحة دي، فهو نفس اللي هنعمله هنا. طيب عشان تجيب المساحة، هو هنا بيقول لك ان الار نصف القطر، نصف قطرها المتوسط، يعني هو حاسبه من هنا لحد هنا، وبالتالي وانا بجيب المساحة فلازم اخلي اسمي ده ار واحد، ومن هنا لهنا سميه ار اتنين. وعندك هنا المساحة دي هتبقى باي زي ما قلنا في النص، طبعا نص باي في ار واحد تربيع ناقص ار اتنين تربيع. ليه خدنا النص؟ لان دي نص دايرة. طيب الار واحد ده بيساوي ايه؟ الار واحد بيساوي ده زائد نص التي، وعندك الار اتنين اللي هي اللي جوه اللي هو من هنا لهنا، ده بيساوي الار ناقص نص التي. يعني هو حتى ما اعتقدش ان نصف قطرها متوسط. ماشي، انا هحل كده ونشوفه في الاخر. المهم الار واحد بتساوي ار زائد نص تي، ار اتنين بتساوي ار ناقص نص تي. نيجي بعد كده نعوض هنا، يبقى انت عندك الاي بتساوي نص باي ار واحد تربيع، هتبقى ار زائد نص تي الكل تربيع ناقص ار ناقص نص تي الكل تربيع. الاي بتساوي نص باي راه ربع دي ار تربيع زائد، طبعا المفروض يعني مش عشان كده بقول لك مش عارف ليه جايب. ده يبقى سالب في سالب بزائد. بعد كده ده بموجب هيبقى سالب ربع تي تربيع. المهم هتلاقي ان ار تربيع بتروح مع ار تربيع، وده بيروح مع ده، يبقى الاي بتساوي نص باي، وعندك هنا ار تي وار تي اتنين ار تي، يبقى انت عندك هنا الاتنين هتروح مع الاتنين، هيتفضل عندك باي ار تي. دي المساحة. بعد كده هنجيب الار واحد. الار واحد بتساوي رو اي في ال اللي هي ال برضو
على الايه اللي هي دي باي ار تي. نيجي للحالة التانية، الحالة التانية التيار بيدخل كده، مسار التيار هيبقى كده لحد ما يطلع من الجنب ده، وبالتالي الطول بتاعك هيبقى الشبه اللي احنا اتكلمنا عليها دي. هتجيب المحيط بتاع ده والمحيط بتاع ده وتقسمه على الاتنين، يبقى انت هنا جبت المتوسط بتاع الطول، وبالتالي عندك هنا نفس الكلام اللي احنا عملناه هنا. ناخد دول كده، ار واحد بتساوي ار زائد نص تي، ار اتنين بتساوي ار ناقص نص تي. عندك المحيط بتاع ده هيبقى سي واحد بتساوي باي في الار، والسي اتنين هتساوي باي في الار الداخلي. بعد كده ال هتساوي مجموع الاتنين دول على الاتنين، ما تجمع الاتنين دول خد الباي عامل مشترك، ار وار باتنين ار، نص تي ناقص نص تي هيديك ايه، نص تي ناقص نص تي هيروحوا مع بعض على الاتنين، هيطلع معاك باي في الار، وبالتالي عندك هنا ال باي في الار، ده ال ايه افريج، اللي هو الافريج اللي هو المسار ده. والمساحة، المساحة هتبقى المساحة العمودية على اتجاه التيار اللي هي المساحة دي. طب اجيبها ازاي؟ عشان تجيب المساحة فهو البعد ده تي وده ال، وبالتالي هيبقى ال في تي، يبقى الاي بتساوي ال في تي. يبقى الار اتنين بتساوي رو اي ال اللي هي باي ار على ايه اللي هي ال في تي، يقسمهم على بعض بقى، ار واحد على ار اتنين بتساوي رو اي ال على باي ار تي مقسوم على ده كأنه مضروب وتشال بده، ال في تي على رو اي باي ار. هتلاقي ان الرو اي بتروح مع الرو اي وحاجة تانية بتروح، ده تي، ده تي سمول، معلش تي سمول، مفيش تي كابيتال اصلا، تي سمول، والتي سمول بتروح مع التي سمول. في حاجة تانية، ال في ال بال تربيع، باي في باي بباي تربيع، ار في ار بار تربيع. مش عارف ليه كده، يعني ليه يجيب لك مسألة زي دي. المهم اديك عرفت الحل. برضو ما اعتقدش ان الوزير ممكن يجيب لك حاجه شبه دي، يعني الحاجات دي القوانين اللي مليانه رياضه، يعني ما تدخلش نفسك في الحوارات دي، يعني نصيحه، يعني ما تدخلش نفسك في الحوارات دي، لان المسائل دي استحاله تيجي في الامتحان، ولو جت هتعمل ضجه كبيره يعني، وهتتلغي في الاخر، لان مليانه رياضه زي ما انت شايف، علم رياضه وعلم علوم. واحد بتاع علم علوم دلوقتي هيعمل ايه؟ هيعرف الحاجات دي ازاي؟ فزي ما بقول لك كبر دماغك من المسائل دي. ان شاء الله هنكمل في الفيديوهات الجاية مع الدرس التاني ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق واشوفكم على خير، والسلام عليكم.